هذه القصيدة التي قيلت في عميد الأدب العربي، حوار ثوري مع طه حسين. نزار قباني. ضوء عينيك أم هما نجمتان؟ كلهم لا يرى وأنت تراني. لست أدري من أين أبدأ بوحي، شجر الدمع شاخ في أكفاني. كتب العشق يا حبيبي علينا، فهو أبكاك مثلما أبكاني. عمر جرحي مليون عام وعامي، هل ترى الجرح من خلال الدخان؟ نقش الحب في دفاتر قلبي كل أسمائه وما سماني. قال لا بد أن تموت شهيدا مثل كل العشاق، قلت عساني. وطويت الدجى أسائل نفسي، أبسيف أم وردة قد رماني؟ كيف يأتي الهوى ومن أين يأتي؟ يعرف الحب دائما عنوان. صدق الموعد الجميل أخيرا يا حبيبي ويا حبيب البيان. ما علينا إذا جلسنا بركن وفتحنا حقائب الأحزان وقرأنا أبا العلاء قليلا وقرأنا رسالة الغفران؟ أنا في حضرة العصور جميعا، فزمان الأديب كل زمان. يا سلام. ضوء عينيك أم حوار المرايا؟ أم هما طائران يحتلقان؟ هل عيون الأديب نهر لهيب؟ أم عيون الأديب نهر أغاني؟ آه يا سيدي، آه يا سيدي الذي جعل الليل نهارا والأرض كالمهرجان. ارمي نظارتيك، ارمي نظارتيك كي أتملى كيف تبكي شواطئ المرجان. ارمي نظارتيك، ارمي نظارتيك، ارمي نظارتيك، ما أنت أعمى، إنما نحن جوفة العميان. أيها الفارس الذي اقتحم الشمس وألقى رداءه الأرجوان، أيها الفارس، أيها الفارس الذي اقتحم الشمس وألقى رداءه الأرجوان، فعلى الفجر موجة من صهيل وعلى النجم حافر لحصان. أزهر البرق في أناملك الخمس وطارت للغرب عصفورتان. إنك النهر كم سقانا كؤوسا وكسانا بالورد والأقحلان. لم يزل ما كتبته يسكن الكون ويجري كالشهد تحت لساني. في كتاب الأيام نوع من الرسم وفيه التفكير بالألوان. إن تلك الأوراق حقل من القمح، فمن أين تبدأ الشفتان؟ وحدك المبصر، وحدك المبصر الذي كشف النفس وأسرى
في عتمة الودان. ليس صعبا لقاؤنا بإله، بل لقاء إنسان بالإنسان. أيها الأزهري يا سارق النار ويا كاسرا حدود الثواني، أيها الأزهري يا سارق النار ويا كاسرا حدود الثواني، عد إلينا عد إلينا، فإن عصرك عصر ذهبي ونحن عصر ثاني. سقط الفكر في النفاق السياسي وصار الأديب كالبهلوان. عد إلينا عد إلينا، فإنما يكتب اليوم صغير الرؤى صغير المعاني. ذبح الشعر والقصيدة صارت قينة تشترى ككل الخيام. جردوها من كل شيء وأدنوا قدميها باللف والدوران. لا تسل عن روائع المتنبي والشريف الرضي أو حساني. ما هو الشعر؟ ما هو الشعر؟ لم تلاقيني هو بين الجنون والهذيان. عد إلينا عد إلينا يا سيدي عد إلينا، وانتشلنا من قبضة الطوفان. أنت أرضعتنا حليب التحدي فطحنا النجوم بالأسنان، واقتلعنا بيوتنا بيدينا وفككنا حجارة الأكوان. ورفضنا كل السلاطين في الأرض، رفضنا عبادة الأوثان. إن أقسى الأشياء للنفس ظلما قلم في يد الجبال. إن أقسى الأشياء للنفس ظلما قلم في يد الجبال. الجبال يا أمير الحروف، ها هي مصر وردة تستحم في شبيان. إنني في حمى الحسين وفي الليل بقايا من سورة الرحمن. لمن الأحمر المراق بسيناء يحاكي شقائق النعمان. أكلت مصر كبدها وسواها رافل بالحرير والطيلسان. آه يا مصر كم تعانين من عمان. والكبير الكبير الكبير دوما يعاني. شكرا جزيلا.